تبدأ الحلقة 18 من أنمي هجوم العمالقة الموسم الرابع، وبتكون البداية تكملة للحديث اللي دار بين أصحاب إيرين، وبيكون أرمن مصر يساعد إيرين ويثقوا بصاحبهم اللي مو ممكن يأذيهم. ومنشوف هون اعتراف رائع من جان إنه كان يحسد إيرين لأنه كان الأفضل ودائما بيحارب كرمالهم، وجان ما بده إيرين يموت. ومنشوف نفس الرأي من كوني، يعني كلهم بدهم يساعدوا إيرين وبيركضوا كلهم ورا أونيان كوبون لبرا المبنى، بس منشوف ميكاسا لسه مو مقتنعة وبتسأل آرمن ليش إيرين بعدهم عنه وحكى إنه بيكرهها. وهون آرمن بيتذكر مشهد من الماضي بعد ما وصلوا عند البحر، وإيرين عم يسأل إذا خلصنا على كل أعدائنا رح نصير أحرار. وهون بيحزن آرمن مثل كأنه فهم شيء عن خطة إيرين، وبيحكي لميكاسا انه ممكن يكون إيرين عم يكذب عليا، بس اهم شيء حاليا نساعد إيرين وبعدها بنسأله عن اي شيء بدنا اياه. وبيروح المشهد لراينر عم يحاول يخلص على إيرين ويطلب منه يستسلم لينهي معاناة الكل وتنتهي معاناة إيرين كمان، بس منشوف إيرين صار يصرخ ويستخدم قوة عملاق المطرقة وهيك بيتخلص منه. وراينر بيصير يحكي مع حاله ويسأل إيرين ليش عم يقاوم، وبعدها منشوف جاليارد استغل ضعف إيرين وهجم عليه، بس إيرين بيتخلص منه بضربة واحدة وبيأذيه فعلا. وهون منشوف راينر بيهجم على إيرين بعد ما يكون استنزف كل طاقته وبيكون رح يتغلب عليه، بس إيرين بيستجمع قوته الباقية وبيحاول يتخلص من راينر اللي بينصدم من قوة إيرين اللي بيصير يصرخ بشكل رهيب وما حدا بيتحمل من شدة الصوت. وهون إيرين وأخيرا بيتخلص من راينر بصعوبة وبيرميه عنه لأنه بيعرف مجرد ما أخذوا المؤسس رح ينتهي كل شيء. وهون بيوصل زيك وبيكون موجود على السور بالمكان اللي ظهر فيه لأول مرة، والكل بينصدم من وجوده، وبيحكي زيك لإيرين إنه إجا على المكان اللي وعده يشوفه فيه وبيطلب منه يسامحه على التأخير، وبيحكي أحسنت إنك صمدت لحالك وصار فيك تترك كل شيء لأخوك الكبير. وفعلا بتبدأ معركة زيك وبصير يرمي حجار على طيارات المارلي وبدمرها، وبيكون ماغاث بده يرمي عليه بس زيك بيكون منتبه وفورا بيرمي حجار من جديد على بيك، بس بتنجح إنه تتجنب ضربته وتصمد وما توقع على السور، وبتكون بنفس الوقت مستوعب زيك. وبتخبر ماغاث انه مو لمصلحتهم يدخلوا بمعركة مع زيك، بس ماغاث بيكون مصر انه يعاقب زيك على خيانته، وفجأة بيظهروا فلوك وجماعته من وراهم وبصيروا بدهم يخلصوا عليهم، وبتتغير كفة المعركة تماما بعد ما كانت لصالح مارلي، وهالشي بسبب وجود زيك اللي بيخوف الجيش وبصيروا يحاولوا يحتموا من ضرباته. وهون منشوف إيرين عم يحاول يستجمع كل بقايا الطاقة اللي ضلت عنده ويمشي بصعوبة لعند زيك. ولما جابي بتشوفه بتخبر جولد اخو فالكو انه لازم يمنعوا إيرين يوصل لعند زيك، بس جولد بخبره انه تترك العمالقة تتعامل مع بعض لان هن عندهم معركتهم الخاصة، واهم شي بالنسبة له حاليا انه يلاقي اخو فالكو، وبيطلب منها تروح على الطيارة اللي راح تهربهم، بس جابي بترفض وبتخبره انه هي السبب بوجود فالكو بهالمكان. وهون منشوف فالكو موجود بالسجن مع بعض افراد الجيش اللي ما رضوا يتبعوا إيرين، وبيكونوا عم يسمعوا صوت المعركة برا وبيعرفوا انه مارلي هجمت عليهم. ومنشوف القائد نايل موجود مع فالكو وبيخبروا انه مارلي ممكن يكونوا اجوا ليساعدوه، بس فالكو بيرد عليه انه هالشي مستحيل لان مساعدة الالديين هو اخر شي ممكن يفكر فيه جيش مارلي. وهون منشوف اصحاب إيرين وصلوا على السجن ليحرروا المساجين، بس بيطلع بوجهن مجند وبيرفع عليهم سلاح وبيخبرهم انه هالمكان تابع لانصار اليجاريين، بس جان بيمسكوا وبيسألوا بتجازف بحياتك لتمنعنا انه نساعد سيدك إيرين؟ وهون بيخليهم يدخلوا وفورا بيعطوا اوامر انه تنفتح للسجون كلها وبيحرروا المساجين اللي كانت حبستهم يلينا، ومنشوف من ضمنهم شادس وبيكسس. وبيتفاجئوا ارمن وجان بس يشوفوا بيكسس اللي بيخبرهم انه شرب من الشراب اللي بيحتوي على سائل زيك، وبيكون في عدد محدود من عدة المناورة لهيك بيعطوا الاولوية للاشخاص اللي ما شربوا من السائل الشوكي، واما اللي شربوا بيطلب منهم القائد بيكسس انهم يتبعوه لان رح يحاربوا بالصفوف الامامية بالمعركة. وبيبدأ الكل يستعد للحرب، وبتكون ميكاسا موجودة مع البنت اللي ساعدتها بالموسم الاول، ولأول مرة منشوف ميكاسا تخلت عن الشال اللي اعطاها يا إيرين لما كانوا صغار. لما بيطلعوا كلهم من المكان بيشوفوا الانفجارات وطيارات مارلي عم تتدمر، وبيشوفوا يلينا مستمتعة هي عم تتفرج على الحرب لان كل شي صار مثل ما رسمت له، بس ضل إيرين يوصل لعن زيك وتجي اللحظة اللي رح تغير مجرى التاريخ، بس مارلي بيعملوا كل جهدهم حتى ما يسمحوا له يوصل، وراينر بيركض وراه حتى يمنعه، بس زيك بيكون منتبه له وبصير يضرب عليه ويحمي إيرين. واصحاب إيرين بيتفاجئوا لما يشوفوا زيك موجود على السور لان مفروض يكون مع ليفاي اللي مستحيل يتركه. وجان بيسأل يلينا
علينا عن هانجي وليفاي وبتخبرهم اكيد زيك تغلب عليهم والكل بيعصب منه، بس ارمن بيحاول يهديهم وانه ما عندهم اي خيار غير انهم يساعدوا ايرن وزيك يتواصلوا مع بعض. وبنشوف نظره غريبه من يلينا لارمن، بس بعدها بتحكي انه هي واثقه فيهم وبتتغير نظرتها كليا وبيتركوها وبيروحوا على المعركه. وبنشوف جابي جولد وصلوا على المبنى الموجود فيه فالكو وطالع منه ناس، ومن ضمنهم فالكو اللي بينتبه لوجودهم وبيكون نايل معه وبيشوفهم كمان. ولما فالكو بيخبره انه هاد اخوه بيمسكوا نايل من ايده وبيخبر المجندين اللي معه انه رايح يربطه حتى ما يهرب، وبيوديه لعند اخوه وبيخبرهم انه هذا المكان مو مناسب للاطفال وبيعطيهم فالكو وبيتركهم يروحوا. وبيكونوا ناطرين تهدى الامور شوي حتى يهربوا على الطياره، بس بيسمعوا صوت وبيتخبوا فورا. وبنشوف انه الصوت كان لنيكولو مع عائله ساشا، وجابي بتسمعهم انهم خايفين عليها وعلى فالكو وبيتمنوا يكونوا بخير، وبتفكر تطلع لعندهم لتحكي معهم، بس بتسمع كايا عم تحكي انه هي بتكرههم وما رح تسامحهم ابدا على موت ساشا. ساعتها جابي بتحس بالشيء اللي كان حاسس فيه راينر، وبتفهم انه الناس اللي بالبارادايس بشر عاديين وكل اللي كانوا فاهمينهم اياه عنهم كان غلط، وبتصير تبكي وبتعتذر من فالكو لان كان فهمان هالشيء بس ورطته معه رغم كل شيء. وفالكو بيخبرها انه مو بس هي الغلطانه وهو كمان غلطان، وكان له دور بالهجوم اللي عملته ايلديا، لان لما كانوا بمارلي ايرن ضحك عليه واستغله حتى يبعث رسائل لاصحابه، يعني هو السبب بنجاح ايلديا بمعركه ليبريو وبيعترف له انه بيحبها وصار محارب مشان يورث العملاق المدرع بداله مشان هي تعيش حياة طويلة. وبتنحرج جابي من كلامه وبتسأله ليش عم يخبرها هالحكي، وبيرد عليها انه ممكن يتحول لعملاق بأي لحظة وكان بده اياها تعرف. وساعتها بتعصب جابي وبتشيل الرباط الاسود الموجود على ايده، وبيحكوا جولد وجابي انه رح يخبروا زيك انه فالكو شرب من السائل وهالشي ممكن يخليه يتراجع عن تحويلهم لعمالقة. وبنرجع للمعركة وبنشوف ايرن لساته متجه لعند زيك اللي بيكون عم بيتابع المكان كله حتى يحمي ايرن، وبيطلع على بيك وبيشوف هيكل العملاق بس يعني ماتت بيك. وبيكونوا اتباع ايرن عم بيحتفلوا بموت العملاق العربي، وبيوصل فلوك وبيسأل مين اللي هزمه، بس كل حدا منهم بيكون مفكر التاني خلص عليها، بس منشوف انه هاي خطة من بيك تطلع من جسد العملاق وتوهمن انه ماتت، والجنود يتخبوا تحت هيكل العملاق وبصيروا يضربوا على جنود ايلديا، وبيوجه ماغاث السلاح على زيك وبصيبه بضربة قاتلة، وبيوقع زيك عن السور بس لجهة ايرن مو للخارج. ولو كان العكس ووقع زيك لخارج السور كانت النهاية بالنسبة لإيلديا، بس بتكون الضربة ما خلصت عليه، وبهالحالة بتضل مارلي تحاول تمنع إيرن يوصل لعنده، ومنشوف إنه ضل بين إيرن وزيك بس كم خطوة. وهون منشوف راينر استعد ليمنع إيرن وبيحكي جملة سمعناها منه بالموسم الأول، إنه إيرن هو الشخص الوحيد اللي ما لازم تكون هاي القوة عنده. وماغاث عم يحكي إنه لو ضل ذرة حياة بزيك رح يصرخ ويحول الكل لعمالقة. وبتنتهي الحلقة مع جابي وفالكو وهن عم يحاولوا يوصلوا لزيك. الله على هالنهاية، شو رأيكم رح يصير بالحلقة الجاي؟ شاركوني رأيكم بالتعليقات ولا تنسوا اللايك والاشتراك. كان معكم نوردن، يلا سلام.